خاف الله خاف الله يسعدني يا شهر عروسه وانت تشي تبيع ذهبي. يا دولة انا اسف بس الظروف مو عمل يا دولة، ايش اسوي؟ قولي لي. واني اسفه، ذهبي لا يعني لا. يا دولة وقفي معي، احنا بلاد غربة يا دولة، وانا شرقع والله لعوضك احلى منه. فينك فينك يوم ما كنت تشوفي النحس اللي بنتك؟ انا بختي معي اصلا يوم ما تزوجتك. لا ولا قوة الا بالله، الله يقلع هذه كورونا اللي ذلنا احنا امام اللي نحبهم. دولة وقفي معي. طبعا اليوم يا بنات طبخت عدة اكلات، طبخت مكرونة بالبشاميل ودقيقة بالفرن وريحتهم ولا اروع، يا ريتكم كنتم معي. اسمعي يا مختار، اني ذهبي ما شدوش ابدا ابدا ابدا، انا زوجته بنتي علشان ازيد اشتري لي ذهب فوق الذهب اللي معي، مش تجي انت تلهفه وتقشه. يا اما احنا بازمه، خلي انت يا ذا الحضرة الصحي وانا اشتري لك بدله. انت ما تفهمش شي تقلطني، انا كلامي واضح، بيع تلفونك ذهبي ما شدوش. وبايش ما تواصل مع صايري؟ بغيت صاير الرجال يشتري مرته، وبعدين ها التلفون مش عمال، الذهب بيساعدنا قليل. مدخلني مو دخلنيني، أنا لو تنطبق السماوات على الأرض ذهبي ما شدوش ما شدوش، دبر نفسك. يما اهدأوا شوية، ما تشوفونيش جالسة أتكلم مع البنات. استني استني، وانت يا بنتي وين ذهبت؟ أبا أني ذهبي لا. طيب ملاك يا ابن مدجوع. سامحيني يا نرجس، أنا ما نستعجب بس الجوع، مش تيكمش تتبهدلوا ولاش تنذر بالعمارة قدام الناس. تتدري مين أنا ما مديت شدي على حق أحد، سامحيني. كنا شو لي واحد أنا عاد أرجع ليش بدلو لما يرجع اليمن، سامحيني.